وللمزيد تنضم إلينا مباشرة الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جرمين، انقلي لنا الصورة لديك وأجواء مناقشة المحور السياسي اليوم في الحوار الوطني. نعم بعد التحية، بالفعل نتابع معكم في هذه التغطية الحية والمستمرة لفعاليات الحوار الوطني بجلساته المختلفة. اليوم هو اليوم الأول من الأسبوع الرابع والمخصص للمحور السياسي بلجانه المختلفة. كانت البداية مع لجنة النقابات والعمل الأهلي والتي قامت بعقد جلسة عن قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية والمعوقات التي تعوق تنفيذ هذا القانون أو معوقات أمام العمل الأهلي بشكل عام. كانت هذه الجلسة بمشاركة قادة الجمعيات الأهلية وأعضاء لجنة النقابات وممثلي المجتمع الأهلي، وكانت الأحاديث تدور حول قانون سنة 2019 والخاص بتنظيم العمل الأهلي، ما يعوق تنفيذ هذا القانون، كيف يمكن الخروج بتوصيات لتسهيل العمل الأهلي في الداخل. كان أيضا الحديث يدور حول الملف المالي الخاص بال المنظمات الأهلية، أيضا ما يتعلق بتحديد المدة الزمنية الخاصة بقبول التراخيص أو تنفيذ مشروع معين، وإتاحة مساحة للجمعيات الأهلية لعقد مجموعة من الأنشطة الخاصة بها، أيضا الحديث عن إتاحة الفرصة أمام دمج المنظمات. الجميع كان يتحدث عن أهمية العمل الأهلي وأهمية أيضا وجود منظمات خاصة بالعمل الأهلي وخاصة العمل الأهلي التنموي، وكيف يعود ذلك فائدة على المجتمع. أيضا في نفس التوقيت كان هناك جلسة عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. هذه الجلسة كانت عن تحقيق التفاعل أو كيف يمكن تحقيق التفاعل بين الأكاديميات المصرية ونظيرتها في الخارج، وأيضا الحديث عن متطلبات حرية البحث العلمي. كان الحديث بيدور حول أهمية التفاعل بين المنظمات في الداخل والأكاديميات والجامعات وأيضا مثيلتها في الخارج، وكيف يعود هذا بفائدة على التعليم وأيضا على البحث العلمي. وهذا يأتي في إطار الاهتمام سواء من قبل الدولة أو المؤسسات المختلفة بالبحث العلمي، كيف يمكن دعم البحث العلمي في مصر وأيضا تمويل البحث العلمي. وهذا ربما يتفق أيضا مع ما دار في من نقاشات خلال الأسبوع الماضي عن مناقشة مشروع قانون حرية تبادل المعلومات، وكيف يؤدي هذا المشروع بتأثير مباشر على البحث العلمي في الداخل. وهو أيضا مستجاب إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب في الأسكندرية عندما أكد على تنفيذ ما يتعلق بمشروع قانون حرية تبادل المعلومات. كما أكد الرئيس وتابعنا التصريحات أنه إذا كان الأمر في نطاق صلاحياته سيكون هناك استجابة فورية أو إحالة الأمر لمجلس النواب. نعم. منذ قليل بدأت أيضا جلسة أخرى خاصة بلجنة المحليات لمناقشة قانون الإدارة المحلية وأيضا استكمال النقاشات للمجالس الشعبية المحلية. وكانت النقاشات بتدور حول أهمية وجود مجالس محلية، طرق الانتخاب الخاصة بالمجالس الشعبية، وأيضا ما يتعلق بمساءلة أعضاء المجالس المحلية لرؤساء المجالس المحلية، وكيف يمكن ضبط هذه المساءلة حتى لا يسوء استخدام هذا الحق. إذا مناقشات مستمرة ويعني تفاعل كبير من المشاركين للوصول في النهاية بتوصيات ترفع لرئيس الجمهورية. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك جزيلا. من المقر الخاص بانعقاد الحوار الوطني جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري.